بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم باللقاء الثاني من مساق أساسيات برمجة. ومحاضرتي اليوم بعنوان جافا فاندمنتالز الجزء الأول، اللي هي يعني أساسيات جافا. المحاضرة اللي فاتت كان عبارة عن مقدمة، وتطرقنا لإلها معلومات عامة عن المبرمج ولغات البرمجة والحواسيب ومكوناتهم، وتطرقنا كيف تعمل لغة جافا ولماذا جافا. اليوم طبعا احنا هندخل فعليا في البرمجة باستخدام جافا. طيب، المواضيع اللي هناخدها اليوم هو عبارة عن شقين، يعني محاضرة اليوم هنغطي فيها الشق اللي هو عملية البروجرامينج إليمنت، وهذا طبعا احنا موضوع تطرقنا لأن المحاضرة اللي فاتت وكان من ضمن احنا بنشرح ايش الإليمنتات للبروجرامينج لانجوج او لغة البرمجة. يعني انت عايز تتعلم اي لغة برمجة، اول شيء لازم تتعلم فيها اللي هو الاوتبوت والانبوت، كيف انت تظهر على الشاشه او تطبع على الشاشه، والشق الثاني كيف انت تدخل من لوحه المفاتيح تستقبل مثلا قيم او نص من خلال لوحه المفاتيح. والشق الثاني اذكركم فيه، كنا حكينا على موضوع الارثمتيك اوبريشن وال يعني العمليات الحسابيه والمنطقيه، هذا لازم يدرس من هذا يعني element اساسي من اي لغه برمجه. والشق الثالث اللي هو كان موضوع الكونديشن والاف، واخر شيء كان موضوع الوايل او اللوب، يعني اي لغه برمجه لازم يتدرس فيهن الاليمنتس هذول. اليوم احنا هنبدا في موضوع في الاوتبوت والانبوت. فالشق الاول تاع المحاضره هنركز فيه على عالم الاوتبوت، والشق الثاني هنحكي فيه على عالم الانبوت. في الاوتبوت هنستخدم احنا الميثود او الطرق او الفانكشنز او الاوامر اللي هتسمح لنا برمجيا بان احنا نظهر يعني قيم او تكست على الشاشه. وحنشوف مع بعض حديث مع اسكيب سيكونسز، واخر شيء هنتطرق لموضوع اللي هو السينتاكس اللي هو كيف الفورمات بتاعت البرمجه. والشق الثاني من المحاضره هنقعد نقرا ريدنج فريم كيبورد، كيف هنقرا قيم من لوحه المفاتيح. واحنا اتفقنا بان كل شيء بيتم ادخاله من لوحه المفاتيح لازم نعمل له سيت اب، وهذا هيتخزن بنهايه المطاف في الرام. ما دام دخلنا في الرام يبقى هنحكي عن الفاريبل، وهو موضوع كتير مهم. وبعدين هنتطرق في الفاريبل تايز بانواعها كلها، واخر شيء هنختم المحاضره لما نحكي على موضوع كتابة التعليقات في الكود أو الكومنتس والأسباب والأهداف تاعته. طيب، أولا إحنا عشان نكسب الوقت هنبدأ مباشرة في موضوع الأوتبوت. وإحنا طبعا كتبين كلام هذا، لاحظ in this lecture في هذه المحاضرة we will examine the output method، يعني هنشوف إحنا طرق عرض اللي هو إيش باستخدام جافا، عشان إيش اللي هو طبعا طرق الاخراج او مثل الاخراج بنسميها تو ديسبلاي، عشان نظهر values قيم او تكس على وين، على السبورة او على 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 السكرين او الشاشه او الكونسول. لاحظ هذا المنظر احنا اذكرك فيه، طبعا هذا اخذته من المحاضره اللي فاتت، عشان اذكرك بانه هذا كان اول element حكينا فيه تاع البروجرامينج لانجويج element، بانه احنا نتعامل مع الانبوت والاوتبوت. فالشق الاول حنركز على موضوع الانبوت، بعدين الشق الثاني حنركز في موضوع الانبوت. طبعا هذا بس اللي احنا معنيين نعرف عشان نذكرك فقط. لان نيجي هنا قبل احنا موضوع ندخل في عالم كيف نظهر على الشاشة او ندخل في البرمجة، تعال نشوف الواجهة او كيف منظر الاكواد الاصلية من بدايتها، الشكل تاعت الكود. اولا طبعا المفروض انت مدام تحضر في المحاضرة هاي، معنات كلام انك انت منزل الجي دي كي اللي حكينا عنه المحاضرة اللي فاتت، ومنزل انك انت اللي هو الاي دي اي، واحنا طبعا هنعتمد النت بين. فهذا اللي هنا الشاشة هذه هي جزء سكرين شوت مخدتها من النت بين. طبعا احنا بنكتب الكود في المكان اللي هنا، وبعدين في زر هنا اسمه ران، هنعمل ران يعني نفذ. وطبعا الكمبيلر هنا حيترجم الكلام هذا لبايت كود، وبعدين بعد البايت كود الجافا فيرتشوال ماشين هتمسك البايت كود وتنفذ وتطبق البرنامج، وحنشوف الشغلات تظهر لنا على الشاشة لما يتنفذ الكود تاعنا بشكل صحيح. مبدئيا الهدف من كل سلايد اللي هنا، انا عايزك تركز فقط على المنطقة هاي فقط. يعني طب هدول مالوش لازم؟ لا، ليه لازم؟ بس هل هذا احنا هنفهم وحنشرح في الوقت الحالي؟ طبعا لا، لان هذا مواضيع لسه سابق لأوانها. فاحنا بس فقط تركيزنا على الشق اللي هان، وبالذات اللي هو ما بين القوسين، هذا كيورل براكتس ذاكرين، هذا طبعا اللي هو الكوتيشن مارك او الكيور بلات، سوري الكيورل براكتس او الكوت بنسميه دبل كوت، هاي اللي بيفتح من هنا وسكر من هنا، ما بينهما العالم اللي هان كله، هذا هو احنا هان هنكتب الانستراكشن تاعتنا. خلاص، خلينا طبعا الزر المربع هان امحي هان عشان كل تبقى الامور هنا واضحة. المربع الازرق هان بيقول لي هذا هو المكان، هذا هو اور كودينج اريا، احنا هان هنبدا نكتب الانستراكشن بلغة جافا عشان نطلب من الحاسوب تاعنا ينفذها ويعرض النتائج تاعتها.
طبعا هاد صورة تانية، لاحظ أنا طبعا هاد مش معني فيه، أنا كل اللي معني شايف اللي بده الأسود، يعني الفراغ ما بين أو المسافة بين هاي وبين هاي. هذا العالم اللي هان هيك، هذا اللي أنا بدي أكتب فيه الأكواد تاعتنا كلها خلال الكورس هذا. طبعا حنتطرق في نهاية الكورس في التفاصيل اللي هي اللي زي هاد، لكن هذا كله كلام سابق لأوانه. فبالتالي يعني مجمل الكلام هان إنه هذه هي الأريا اللي هان حنبدأ نستخدم الأوامر، ونشوف مع بعض أول أمر اللي هو اللي حيظهر اللي هو نص أو تكست على الشاشة، اللي احنا بنسميه الميثود الأول كلمة برنت لاين. وبرنت لاين هنا لاحظ هو حيطبع لي، عايزين نستخدمها نطبع كلمة هلو جافا على السكرين أو الكونسول. الحين كلمة سكرين وكونسول نفس المعنى، سكرين معناها شاشة والكونسول برضه الحين حنشوفها، إنما يعني نتعامل إنهم أي نفس المعنى. فاللي احنا عايزين، فبقولنا هنا لو أنت عايز تطبع أني تكست، إذا عايز تطبع أي نص بدك إياه على السكرين على الشاشة، هنستخدم الكوماند اللي هو ايش. هذا هو الكوماند اللي هو زي ما انت شايفه، لاحظ اللي هو system.out.println، هيك اللاين بنلفظها بدل ال ان. بعدين نفتح قوس وبنعمل هنا دبل كوت، بعدين نكتب التكست اللي بدك اياه، بنسكر بالدبل كوت وبنسكر القوس وبنحط فاصله منقوطه. طبعا هذه النقطه ملهاش لازمه، خلاص. هذا هو الكوماند اللي حيسمح لي اطبع اللي هو التكست او النص اللي بدي اياه. تعال نكلم نعبيه احنا بالكود تاعنا. لاحظ الكود تاعنا احنا، لاحظ وين كاتبين؟ كاتبين اللي هو وين؟ في البودي تاع مين؟ تاع ميم، تمام. فلاحظ احنا ايش كاتبين؟ system.out.println، وفتحنا قوس وعملنا اللي هو الدبل كوت، بعدين كتبنا هلو فراغ جافا فراغ، دبل كوت سكرناه، بعدين سكرنا القوس وحطينا فاصله منقوطه. بس نعمل الكلام هذا وبنضغط على زر هنا اللي هو زر الرن، ايش حيطلع لي؟ بعمل الرن وحيطبع لي ايه؟ هلو جافا، زي ما انت شايف اللي هو نفس النص اللي كان موجود وين؟ هان. خلينا امحي عشان الكل يشوف، لانه هذه لاحظ نفس النص اللي موجود هان، تيبيكال بالفراغات اللي بينه موجود وين؟ اللي هو كان موجود هنا. فكل شيء يعني اللي بنفهمه احنا من الكود الان انه كل شيء كان موجود بين، لاحظ بين اللي بنسميه الدبل كود اللي هن نظام الفصلتين هدول، كل شيء بينهما بحذافيره حيتم طباعته وإظهاره وين؟ على الكونسول. هذه بنسميها الكونسول أو الشاشة، نفس المعنى. واضح النقطة هاي؟ الآن هذا هو أصبح هيك، إحنا عرفنا كيف ممكن نطبع أي نص على اللي هو الكونسول. ولاحظ هذا هو الكوماند اللي بيعمل كلام هذا. طبعا عايز تكتب مثلا هلو جافا اكتب هنا، عايز تكتب مثلا I love football، I love Java، I love Palace، أي شيء، أي نص عايز تكتبه أنت هنا، أي شيء بتكتبه أنت بين اللي هو الدبل كوت هدول حيظهر مباشر كما هو وين؟ على الكونسول. لاحظ هذا هو الأوتبوت اللي احنا بنحكي عنه. فبالتالي في عملية الأوتبوت احنا هنستخدم اللي هو الكوماند اللي احنا هدول بنسميه عشان يظهر وين عنا على الشاشة. فقال لك أنا between الدبل كوت you can put any text you want. طبعا أنت خلال يعني ما بين هدول الدبل كوت اكتب الجمل اللي بدك اياه. في ملاحظه هان بقول لك انتبه، طبعا لاحظ السينتاكس، كلمه سينتاكس ما مرتش علينا قبل هيك، او ربما مرت المحاضره اللي فاتت بس احنا يعني عبرنا عنها هيك مرور الكرام. الفكره تاعت السينتاكس، طبعا التعريف هنا انا كتب التعريف هنا، لاحظ كلمه سينتاكس يرمز الى refers to the set of rules، هذه قوانين يعني مجموعه من القوانين والأعرف متعارف عليها. defining بتقولنا how Java program is written، كيف لازم منكتب اللي هي لغة جافا وكيف بتم تفسيرها. يعني أنا بقدرش مثلا يعني أنا ملتزم بحذافيره بشكل يعني دقيق بكل حرف أنا بكتبه هان. بمعنى يعني الكوماند تاع الطباعة هو اللي هو زي ما احنا شايفين اللي هو system dot out. لاحظ الأسهم capital letter، بنفع أعملها small؟ بنفعش، هيعطيني error. طب انا هذه النقطه اللي هان لو انا شلتها حطيت فاصله بنفع؟ بنفعش. لو نسيتها بنفعش، هيعطيني ايرور. لو الاوت عملتها كابيتال لتر بنفعش، لو البي عملتها كابيتال لتر هيعطيني ايرور. لو انا القوس اللي هان شلته ما حطيتش قوس او حطيت واحد وما سكرتوش بعطيني ايرور، يعني خطا. لو الفاصله المنقوطه ما حطيتهاش هيعطيني ايرور. لو انا دبل كوت هنا ما ضفتهمش هيعطيني ايرور. لو حطيت بس واحد ما حطيتش تنتين هيعطيني ايرور. واضح؟ فبتلاحظ هذه انه هذه اللغه بسميها روبست، يعني لغه هيك جامدة ناشفة فيش فيها أي مرونة لغة جافا. لكن الموضوع هذا اللي احنا بنسميه سينتاكس. فبالتالي
إذا أنت عايز تطبع أي شيء على السبورة بدك أنت تتبع الرولز والقوانين أو السنتاكس تاعت عملية الطباعة، بأنك تكتب الجملة هاي تبكل كما هي، وتفتح القوس وتفتح الدبل كوت هان وتكتب النص اللي بدك إياه، وحتسكر الدبل كوت وحتسكر القوس وتحط الفاصلة المنقوطة. حينتها في الحالة هذا فقط حيتم تنفيذ البرنامج بدون أي خطأ، غير هيك أي خلل لو كان صغير أو كبير مش حيشتغل معنا البرنامج. هذا اللي احنا بنسميه موضوع ايه؟ السنتاكس. واضح؟ طيب نكمل هنا نشوف. انا هذا المثال اللي احنا اخذناه في السلايد اللي قبل كان بيطبع لي ايه؟ بيطبع لي سطر واحد. طيب احنا ممكن نطبع، الحين بقول لي هنا printing multiple lines، ممكن نطبع اكثر من سطر. طبعا هنطبع اكثر من سطر بانه احنا نزيد عنا نعمل multiple command. يعني مثلا عايز ان نطبع I love programming، حاضر هنكتب سيستم دوت اوت دوت برنت لاين ونفتح قوس ونعمل الدبل كوت ونكتب اي لاف بروجرامينج ونسكر الدبل كوت والقوس والسيمي كولون، حيطبع لنا على الشاشه هيك. خلاص عايز تطبع جمله ثانيه كمان مره كرر نفس الكوماند اللي هو الامر او الانستراكشن، اطبع نفس الشيء سيستم دوت اوت برنت لاين هي اي لاف جافا، حيطبع لي اياها في سطر جديد. هي كمان سطر ثالث اي هيت هيستوري، انا بكتب التاريخ عشان نحفظ، فبقول لي هان شايف طبع لي اياها اي هيت هيستوري. امور تمام، واضحه الامور، فيش فيها اي تعقيد. طبعا هذا لو عايز تطبع انت مالتيبل لاين، يعني اسطر متكرر. يعني لو انا عايز اطبع 20 سطر هان، انا حتى هيكون عندي 20 كوماند زي هيك، واضح؟ في كل كوماند في سطر اللي انا عايز اطبع. لو عايزين نطبع احنا مالتيبل تكست اللي هو يعني كلمات زي ما انت شايف، طبعا وهذه الطريقه قد تكون سابق لها وانا بس مش مشكله، خلينا نضيفها الان. انا ممكن كمان في امكانيه عندي تطلع هذا من ضمن السنتاكس، وبيسمح لي بان انا اعمل كل كلمه لحال. شايف اي كلمه لحال وحط لاحظ دبل كود تاعتها، هذا سنتاكس بقدرش العب فيه، حيطبع الاي لحالها لكن حيلحق معها، يعني حيربطها في مين وراها، حيطبع كلمه لاف شايفها، بس تنساش قصه الزائد اللي ما بينهم، لو شلت الزائد بعطيني ايرور. ولاحظ هاي جافا كلمه لحالها، لاحظ وحط جمعها مع الزائد، يعني وهيك ظهر عندي، فصارت عندي اي زائد لاف زائد جافا زائد بروجرامينج، طلعت عند الجملة كاملة اللي هي اي لاف جافا بروجرامينج. طبعا انا كان ممكن اريح راسي، ليش انا اراجع؟ لما بعمل هنا زي هيك بكتب اي لاف جافا بروجرامينج وخلاص في جملة واحدة، هذا بينفع وهذا بينفع، بس احنا هنا بنستعرض هنا ايش في كمان كوماندز قد ما نقدر، لانه هذا من ضمن السنتاكس، يعني هذا مش حيعطينا اخطاء. طيب نيجي على طبعا الان في حاجه اسمها برنت، وفي عند برنت لاين، احنا لسه في عالم الطباعه، احنا لسه في عالم الاوتبوت، لكن هذا التعريف كثير مهم. فلاحظ هنا في جم كلمه السيستم دوت اوت دوت برنت ما فيش فيها حرف ال ان زي، لاحظ هذا السيستم دوت اوت دوت برنت لاين، شو الفرق بين برنت وبرنت لاين؟ في فرق بسيط، الاثنين بيطبعوا، بس طبعا الاختلاف عندنا في موضوع النيو لاين. تعال نقرا اللي هو الوصف تاعها بشكل دقيق، لأن هذا كتير حي، إذا نفهمنا الكلامات بيصير بعدك ممكن يعني نقدر نعرف إيش اللي هيظهر عندنا على الشاشة من غير ما نشغل البرنامج. أولا كلمة برنت أو الكوماند برنت، ولاحظ ضيف لي هنا القوسين، لاحظ الأقواس اللي هنا عشان يذكرك إنه برنت وبرنت لايت بيكون دائما لازم في القوسين أساسيين. إيش أنت عايز تطبع؟ افتح الدبل كوت تنتين وجواتهم اكتب النص اللي بدك إياه. طيب فبقول الكوماند برنت هنا شو بيعمل؟ برنت ذا تكست، يبقى اول هو مباشره بيطبع النص، خلاص بيطبع النص. اول شيء شو بيعمله؟ انه بيطبع النص عوين على الكونسول او الشاشه، خلاص. بعد ما يطبع هالحين الكورسر هنا، شو الكورسر؟ الكورسر هذا بتلاقيها مؤشر هيك بيضوي بيطفي، هذا كلام احنا كنا نشوفه وين؟ يعني في برمجه الدوس، بلاش احنا ممكن نشوفه في مثلا في معالج النصوص، صح؟ يعني هذا اللي بنسميه الكورسر اللي بيضوي بيطفي المؤشر هان، وانت لما تضغط اي زر الزر حيجي او الحرف حينطبع في المكان محل ما الكورسر بتضوي بتطفي. الان الكورسر هذا لاحظ يعني بعد ما بيطبع الجملة على الكونسول او الشاشة، الكورسر هنا يبقى remains at the end of the text، يعني يبقى المؤشر اللي بيضوي بيطفي احنا مش شرط نشوفه، لكن هذا يبقى في نهاية وين؟ في نهاية السطر او التكست اللي احنا بدنا نطبعه، خلاص. بقول لي لكن برنت لاين هنا، انتبه شو الفرق هنا. برنت لاين شو بيعمل؟ برضو برنت لاين بيعمل نفس الشيء، بانه برنت ذا تكست على الكونسول، بيطبع لي اللي هو النص عوين على الشاشه. اند المهم هنا عاد الكورسر هنا ايش بيصير فيه؟ الكورسر ريمينز يبقى
at the start of the next line. بيروح على بداية السطر الجديد. لاحظ هنا فيش سطر جديد، هنا ما في سطر جديد، هنا اللي في سطر جديد. فالكورسر هنا حيجينا على بداية سطر جديد. هذا هي الفرق بين print و print line. print ما بينزلش يعني بيطبع وما بينزلش سطر جديد. print line بيطبع وبينزل ايه سطر جديد، يعني وكأن احنا ضغطنا ايش على زر الانتر. تعالوا نشوف الفرق ما بينهم. يعني لاحظ انا هنا عندي مستخدم print line عشان نفهم بالضبط شو بيصير. لان لاحظ معي حين انا print line اول شيء شو حيطبع؟ احنا اتفقنا حيطبع I love programming اللي هم كل النص اللي بين الدبل كوت. خلصنا. بعد ما يطبع مدام هنا print line الكورسر اللي هنا الكورسر بدأ تنزل سطر جديد. يعني لاحظ هي طبع لي على الشاشة وبعدين نزل سطر جديد. ليش نزل سطر جديد؟ لانه هذا ايش عندي print line. وضحت؟ وراها الجملة اللي وراها أول شيء نفس الشيء حيطبع I love Java مباشرة. شايف I love Java؟ هل ينزل سطر جديد؟ نعم، لأنه هذا إيش عندي print line. فنزل سطر جديد وبدأ هنا بدأ من أول السطر. لاحظ بدأ إيش at the start. شايف at the start of the next line بدأ من السطر الجديد. هنا نرجع وحيطبع I hit history وراء I hit history برضو كمان مرة هذا print line. يعني عند الكورسر حينزل سطر جديد. عشان هيك هنا حيكتب لي البيلد سكسسفل. طبعا البيلد سكسسفل هذا اللي بيعطرنا اياه مين؟ الجي دي كي. هذا جي دي كي اللي بيقولنا انه الامور تمام وتم التنفيذ والامور على ما يرام. تمام، احنا ما طلبناش ان الكلام هذا نظهره على السبورة، بس هذا دائما بيظهر عندنا. تعال نشوف الان، خلينا امحي بس السكراتش اللي عاملينه. الان انا هنا ما ضفتش استخدمت برنت مش برنت لاين. شو حيفرق معي؟ نفس الشيء اللي حيطلع عندي، حيطلع عندي اي لاف بروجرامينج. هل ينزل سطر جديد؟ لا، مش حينزل سطر جديد. يبقى مباشرة ايش وراه حيصير؟ حيطبع I love Java. بس دير بالك I love Java حيصير ملزقة في مين؟ في I love programming، صح؟ الآن ورا بعد ما يطبع I love Java ايش بدي يعمل؟ بدي ينزل سطر جديد. لاحظ لأنه في عندي print line. تعال نعمل الأوتبوت نشوف، حنوضح الصورة. نعم زي ما احنا شايفين بالضبط. الآن لاحظ هان اول شيء مدام برنت يبقى اول شيء طبع لي I love programming. خلاص، هل حينزل سطر جديد؟ لا، الكورسر بيبقى هان، يعني الكورسر هان موجود هان. الان السطر اللي بعديه اول شيء شو بيعمل؟ اول شيء بيطبع I love Java، لكن وين حيطبع؟ حيطبعها محل الكورسر هان، عشان هيك طلع لي اياها هان مباشره I love Java. واضح؟ لكن هذه برنت لاين، مدام برنت لاين يعني الكورسر اللي هنا حينزل سطر جديد، عشان هيك هذه نزلت ايه سطر جديد بدأ من أول السطر. بعدها أجي أنفذ السطر الثالث اللي هو هان، وحيطبع عنا I hit history. طبع I hit history بعدين بما أنه هذا print line كمان مرة حينزل من هنا أي سطر جديد، عشان هيك هذا حيظهر عندي في سطر لحاله. واضح؟ طيب نكمل هنا ونشوف كمان more examples، لأن هذا الموضوع يحتاج لتوضيح. طلع معنا أنا شو عملت. قلت هنا في الكوماند الاول استخدمت برنت مش برنت لاين. شو هيعمل عندي؟ حيطبع I love programming، لكن الكورسر حيبقى في نهاية التكست، صح؟ يعني هاي التكست هنا. بعدين الجملة اللي بعديها حيطبع I love Java. لاحظ طبع لي I love Java مباشرة، والكورسر حيتم هان لان هذه مش برنت لاين. الحين وراها ايش حيلزق فيها؟ I hate history. وبالفعل زي ما انت شايف I hate history طبع لي I hate history. بعدين بما انه هذه برنت لاين يبقى ايش ورا كلمة هيستوري؟ حينزل سطر جديد، عشان هيك اللي هو البيلد سكسسفول اجت في سطر جديد. طيب مثال تاني تعال نشوف. هاي نفس الفكرة. هالحين لاحظ بقول لي برنت I love programming، مباشرة وراها حيلزق فيها اللي هو ايش؟ I love Java. بعدين مباشرة حيلزق فيها مين؟ I hate history. الان ورا هيستوري في عندي ايش؟ لاين جديد. لاحظ I love programming ملزقة فيها I love Java، لزقت فيها I hate history. وبعدين هنا ايش صار؟ نزل عندي سطر جديد. لاحظ وهنا بدأ من اول السطر. فهنا حيطبع عندي I love Gaza. طبع عندنا I love Gaza. هل ينزل سطر جديد؟ لا، يبقى حيلزق فيها مين؟ I hate war، انا اكره الحرب. ولاحظ هنا هذا برنت ولا برنت لاين؟ برنت، يعني كمان مرة الكورسر هان، فعشان هيك لزقت فيها مين برضو؟ اللي هو الرسالة اللي بتجينا من الجي دي كي بانه تم التنفيذ بنجاح في نفس السطر. لاحظ الفرق بين هذه هان وهذه هان، هذا سطر جديد. ليش هذا صار سطر جديد؟ الاختلاف كله في هذا انه اخر جملة هان اخر كوماند كانت برنت لاين، لكن اخر كوماند هنا كانت ايش؟ برنت. واضح؟ طيب
بقولنا هنا في طريقة تانية عشان نعمل إيه نيو لاين، لاحظ من غير ما نستخدم كلمة برينت لاين، وهذا هو طبعا الجمال في برمجة الجافا بأن احنا ممكن نعمل نفس الشغلة بأكثر من طريقة. فبقول لي هنا احنا ممكن نعمل نيو لاين باستخدام الرمز اللي هو باك سلاش ان، هذا بيعمل نيو لاين. تعال نشوف مع بعض. قال لي سيستم دوت اوت دوت برينت لاين اي لاف بروجرامينج، ماشي حيطبع اي لاف بروجرامينج، بعدين حينزل سطر جديد، واضح الكلام. الان هنا حيكتب السطر الجديد اي لاف جافا، بعدين هنا بما انه مش هذا برينت لاين المفروض انه يطبع يعني يتم عندنا بنفس السطر بس، لكن هذا السلاش ان، هلاحظ ايش صار معي، طلع كيف الاوتبوت السلاش ان اللي هان استاذ عملت نفس عمل وكانه هذا برينت لاين، وكانه بالفعل زي ما احنا شايفين ورا كلمه جافا نزل سطر جديد. فالسلاش ان باك سلاش ان زي ما احنا شايفين بتعمل اللي هي يعني نيو لاين. وين بتلاقي سلاش ان؟ حننزل سطر مباشر، يعني اول ما تشوف كلمه سلاش باك سلاش ان انزل سطر ويبدا من اول وجديد، يعني زي اللي عصينا انتر لما نضغط على او لما نستخدم اللي هو في الوورد، يعني في الوورد احنا معالج النصوص لما نضغط على انتر حينزل ايه سطر جديد. بعدين حنبدا يطبع هنا اي هيت هيستوري، بس بلاحظ انه ايش عندنا هذا، شو هذا باك سلاش تي ما ظهرتش عندنا، وحتى اساسا باك سلاش ان برضه ما ظهرتش، يعني دير بالك باك سلاش ان هنا ما ظهرتش عندي في الشاشه صح، وباك سلاش تي ما ظهرتش عندي في الشاشه، معنات الكلام انه هذه رموز الها معنى معين بالنسبه للكومبايلر، فاهم كيف؟ هذه ملاحظه كثير مهمه انه هذا هو بيفهم، يعني هو الكومبايلر لما بيترجم السطر اللي هان بيترجم بانه اطبع اي لاف جافا وبعدين ادخل اعمل سطر جديد، يعني بيفهم انه اعمل سطر جديد. السلاش تي هنا برضه نفس الفكره بس مش هي سطر جديد، هذه بتعمل تاب، التاب اللي هو يعني تقريبا خمس عصات بالمسطره مباشره، خمس بنضغط بالمسطره خمس مرات المسافه، عشان هيك هو اعطانا المسافه من هان لهان، هذه بديل عن اللي هو باك سلاش تي، واضح؟ الان احنا باك سلاش ان باك سلاش تي هذا عالم جديد، هذا العالم بنسميه اللي هو السيكونس اللي موجود بجافا، وهذا اللي هو طبعا موضوع طبعا بنسميه هنا جافا اسكيب سيكونسز. بقول لي هنا موضوع الاسكيب سيكونسز اللي موجود في جافا، لاحظ هذا عبارة عن كاركتر حرف preceded by backslash، يعني حرف وقبل بكون في backslash، هذا بنسميه escape sequence خلاص. and has وإله إيش special meaning لمين؟ للcompiler، يعني الكمبيوتر أول ما بيشوف بيعرف إنه هذا عبارة عن أوامر معينة خلاص، وإحنا بنستخدمها to print special character زي هدول، حنوضح كمان شوي. لنلاحظ في حد اسمها باك سلاش وفي فورورد سلاش، هذا هي الباك سلاش اللي بنحكي عنه، احنا مش معنيين في بدناش الفورورد سلاش عشان ما نخربطش، فالباك سلاش اللي هي بتحسها ايش يعني لورا مسنودة ايه لورا. الان هدول هو هاي الاسكيب سيكونس وهذه رموز، طبعا اول ما بتكون طبعا هدول لازم نستخدمهم وين؟ مع السيستم دوت اوت دوت برنت او برنت لاين اللي هو الكوماند تاع الاوتبوت صح؟ بنفعش عملها في سطر لحال، وهدول ليهم special meaning، يعني لما نقول له backslash n معناته insert a new line يعني اعمل لي سطر جديد لكمبايلر، slash t يعني اعمل لي insert tab اللي هو بنسميها اللي هي المسافة خمس ضغطات بالمسطرة، backslash b اللي هو backspace، backspace لاحظ بمحي دائما سطر في كل ضغطة backspace، backslash r اللي طبعا بترجع لي الكورسر في بداية الجملة زي موضوع الهوم لما احنا في معالج النصوص، اذا طبعا عارفين كيف تستخدمه. هذه بيطبع لي هاي على الشاشة، وهذه بيطبع لي هاي برضو على الكونسول، وهذا بيطبع لي الباك سلاش على الكونسول، حنشوف طبعا بشكل اوضح لما نشوف الامثلة. طبعا هذا مثال بيوضح استخدام كل الاسكيب سيكونسز، يعني مثلا نطلع هان سيستم دوت، لاحظ هذه كلهم شايف هاي سلاش تي سلاش ان سلاش ار سلاش اللي هو الكود سلاش دبل كود سلاش باك سلاش باك سلاش باك سلاش بس للسرعة، يعني كلهم بيستخدموا وين؟ مع سيستم دوت اوت دوت برنت او برنت لاين اللي هو طبعا الكوماند تاع الاوتبوت، وبيكونوا طبعا بين وين؟ لاحظ داخل مين؟ الدبل كود، هذا ملاحظة كتير مهمة، بنفعش واحد يحط لي برا
بس باك سلاش تي او باك سلاش مش حيشتغل، حيعطيني ايش؟ ايرور. فالان نجي بالاول باك سلاش تي، لاحظ حيطبع جافا، بعدين حيعمل فراغ خمس ضغطات بالمسطره، بعدين حيعمل نيو لاين، لاحظوا بالفعل حينزل نزل اليوني يلا لانه هذا برنت لاين. هنا حيجي على حيطبع جافا، حيعمل نيو لاين، حيروح والله جافا اجى عندي نزل نيو لاين، بعدين حيطبع بروجرامينج، طبع بروجرامينج، بعدين حيعمل نيو لاين. ليش نيو لاين؟ اللي هو تاعت مين؟ تاعت هاي. يعني بالتالي نيو لاين اللي هان تاع وين؟ تاعت هاي، عشان نكون احنا ايه واضحين. لكن النيو لاين اللي هان هنا بعلم عليها، خلينا امحي كمان مره معلش، نمحي هنا هيك. لاحظ النيو لاين اللي صار عندي هان من وين هذه جات؟ اجت من باك سلاش، باك سلاش الان. والنيو لاين اللي هان اجت من وين؟ هذه اجت من تاعت برنت لاين، عشان نكون الامور هنا واضحه. نيجي على هذه مثلا السطر اللي بعديه جافا باك سلاش ار بروجرامينج. هنا اول شيء حيطبع جافا هو. بعد جافا لما يجي على باك سلاش الار يعني ريتيرن هو بيرجع لي على اول السطر، ما دام رجع اول السطر يبدا يكتب كلمه بروجرامينج من اول السطر. طب كانت مكتوبه جافا فحتحل محلها مين؟ كلمه بروجرامينج. عشان هيك انا كلمه جافا مش ظاهره عندنا، لانه المؤشر زي لما نيجي احنا مثلا في الوورد جبنا المؤشر على اول السطر وقعدنا نكتب كلمه تمام غير الكلمه الموجوده، فهذه ايش بيكتب فوقيها يعني اوفر رايت بنسميها. طيب هذه هي اللي هي معنا باك سلاش الارض. الان طبعا لو انا عايز اطبع السنجل كوت هنا هستخدم باك سلاش عشان اطبعها، لو عايز تطبع دبل كوت هي هتستخدم، لاحظ ما طبع ليش انا الباك سلاش، لاحظ وهنا عندنا في الدبل كوت ما طبع ليش الباك سلاش. لو انا عايز اطبع باك سلاش بالفعل هنحط باك سلاش قبلها، باك سلاش قبلها عشان تظهر عندي انا هنا واحده، واضح؟ هذه ملاحظات طبعا حنوضحها اكثر بتمثيل او بامثله ادق وفي تفصيل اكثر. نبدا بالاول على موضوع الباك سلاش الان للنيو لاين. لاحظ هنا نفس الشيء الف بروجرامينج حيعطيني هنا النيو لاين. حين النيو لاين هنا وفي كمان النيو لاين تاع مين؟ تاع البرنت لاين. يعني كمان مره لاحظ اي لاف ذا بروجرامينج هنا عند الكورسر نزل على السطر هان، من وين هذه اجت؟ اجت من هاي بالاول، انتبه وراها هذه النيو لاين، اجت النيو لاين جديد هيو هنا هيك، هذا تاعت مين الجديد اللي هنا؟ اللي هي كانت تاعت البرنت لاين اللي هان. بعدين حيجي يطبع اي لايك جافا برضه هيعمل النيو لاين هنا تاعت الباك سلاش ان، وهيعمل سطر جديد عشان هذا البرنت لاين اللي هان. حيطبع اي هيت هيستوري، لاحظ ومرة واحدة حينزل اللي هو ايش في نيو لاين عشان يطلع لي الجي دي كي بانه العملية تمت بنجاح. تعال نشوف هن ربما هن الامور اوضح. لاحظ انا هنا كاتب له اي لاف بروجرامينج، طبعا حينزل سطر جديد عشان البرنت لاين، فاجى هنا ونزل سطر جديد هان، هذا اللي اجت هان عشان مين؟ البرنت لاين. الان اللي وراها حيطبع اي لاف، بعدين حيجي هنا باك سلاش الان، اول ما اشوف هاد حينزل سطر، لاحظ اجى هان نزل سطر، هاي السطر نزله الاول واحدة، بعدين كمان مرة في باك سلاش الان حينزل كمان مرة سطر جديد، هاي لاحظ السطر الثاني نيو لاين جديد، بعدين حيعمل الفراغ، شايف الفراغ هاي؟ هاي الفراغ اللي هنا هيك، هذا الفراغ هاي اللي موجود هان نفسه، بعدين حيطبع لي كلمة جافا. بعد ما يطبع كلمة جافا حيعمل سطر جديد هنا هيك. ليش عمل سطر جديد هنا بالاخر؟ لانه هذا ايش اسمها؟ برنت لاين، واضح؟ وبعدين اخر شيء حيطبع هيت هيستوري وبيعمل النيو لاين. واضحة النقطة هاي؟ خلينا انا امحي هنا هيك عشان نشوف. لاحظ هنا استخدم تنتين، يعني المربع الاول كانت للباك سلاش الان، والمربع للنيو لاين الثاني اللي هو لمين؟ باك سلاش. وين ما تشوف اول ما تشوف باك سلاش ان هتنزل سطر، ما تكملش يعني، واضح؟ طيب نيجي على باك سلاش التي اللي هي تاعت التاب، وبنلاحظ انه يعني موضوع التاب بالفعل هو بيستخدموه في عمليه الالاينمنت المعايره، يعني بعاير النص فوق بعض بالضبط. حنعاني احنا لو استخدمنا المصدر، لكن موضوع السلاش تي كثير حتريحنا. فمثلا نطلع هنا كاتبين اي لاف بروجرامينج، هذا هي اي لاف بروجرامينج، ونزل سطر جديد خلاص. بعدين حنقول له هنا حرف الاي، اي طبعا حرف الاي، بعدين باك سلاش التي هيعمل لي تاب، تاب اللي هي هيعمل لي مسافه خمس ضغطات بالمسطره، بعدين حيطبع لي يظهر لي على الشاشه حرف البي، هي طبع لي حرف البي، بعدين هيعمل باك سلاش تي، يعني هيعمل تاب زي هيك. لاحظ وين في سلاش تي هيعمل تاب، وهنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء الاي والاف والجي والاتش
كلهم في بينهم باك سلاش تي، يعني تاب تاب تاب، عشان هيك ما بيطلعوا ايش مرتبين فوق بعض زي ما انت شايف. وهذا طبعا كثير، هذا طبعا كمنظر جمالي في عرض اللي هو المخرجات بشكل مرتب زي هيك. فلاحظ هنا اهميه استخدام الباك سلاش تي. السطر اللي بعدي 1 2 3 4، لاحظ كاتب لي هنا هاي 1، بعدين اعمل باك سلاش تي باك سلاش تي كمان مره، يعني كم تاب عندي، هاي تاب وهي كمان تاب، 2 تاب في عندنا. وبعدين حيطبع رقم 2، لاحظ هي تبع رقم 2، بعدين حيعمل باك سلاش تي باك سلاش تي، يعني هيعمل تاب وكمان تاب حيطبع رقم 3، بعدين تاب وكمان تاب حيطبع رقم 4 زي ما انت شايفوا نفس الشيء. فلاحظ هنا التنسيق جميل. طبعا عشان هيك هو باك سلاش تي بيستخدم في عمليه المعايره في الـ في الـ في الـ يعني في النصوص، يجي بالضبط فوق بعضه بالليبرا. طيب نيجي هان باك سلاش البي، الباك اللي طبعا البي هنا موضوع الباك سبيس. باك سبيس اللي موجود في لوحه المفاتيح هو بيمشي وان كاركتر، يعني عشان هيك مثلا تعال احنا هنا الحين اي لاف بروجرامينج باك سلاش الان عمل لي سطر جديد مع اني ما استخدمتش برنت لاين، بعدين طبع لي اي لايك جافا خلاص، بعدين قال لي لاحظ اي هيت، كتب لي هيستوري بس حط هنا باك سلاش البي. هالحين لما يجي الكومبايلر هنا ويطلع باك سلاش بي شو بيعمل؟ بده يرجع ورا حرف واحد، يعني الاي هنا حيشيلها حيمحيها زي ما بتعمل انت على الكيبورد بالضبط. لما تضغط انت على الباك سبيس هنا بيمحي حرف حرف لما احنا بنكون موجودين على معالج النصوص، نفس الفكره. عشان هيك لما طلع عندي هنا طلع اي هيت هيستوري بس بدون حرف الاي هان، لاحظ الفرق هنا. فانا وضحت ليش تستخدم، طبعا هذه من باب العلم انما ما لهاش استخدام كثير، يعني نادر ما بنستخدمها. طيب الان لو احنا عايزين نطبع، وشفنا احنا واتفقنا بانه احنا لما نعمل في البرنت هنا، لما اتفقنا اول القوس اللي هنا هيك شايف القوس، هذا القوس ما بيظهرش والدبل كوت ما بيظهرش عندنا في الاوتبوت. طب انا لو بدي اظهره، يعني لمثال انا بدي اسال بالعكس، انا قايل لك اكتب لي كود بالجافا واطبع لي هذا الكلام اظهر لي على وين؟ على الشاشه. طبعا انت بتعرف انه هذا سبيشال كاركتر اللي هو الدبل كوت، عشان اظهره لازم استخدم جنبه باك سلاش، لاحظ حي الدبل كوت وايش قبله؟ باك سلاش. فالباك سلاش هنا عطل عملها كسبيشال كاركتر وتعامل معها كاركتر عادي حيظهرها على الشاشه. بعدين حط اللي هو الاي، بعدين حط لاحظ باك سلاش الدبل كوت عشان يظهر الدبل كوت هذا لحاله وين؟ هي هان. بعدين اجي هنا فراغ باك سلاش السنجل كوت زي ما انت شايف، لاف سنجل كوت اللي هو باك سلاش، لا تنسى الباك سلاش. بعدين اجي على البروجرامينج، طبعا هذول نظام الاقواس البراكتس والسكوير براكت والكيول براكتس هذا بيطبع على بيطلع ما فيش مشكله. لكن لاحظ لو انا عايز اعمل شايف باك سلاش باك سلاش تنتين وبعدين اكتب فاري وراها باك سلاش ودبل كوت، كيف هذول بدي اعملهم؟ هذا بالك موضوع كثير مهم انك تكون مركز فيه. فايش بعمل؟ اولا انا بدي اذا بدي اطبع هاي بدي احط قبلها باك سلاش، وهذا اذا بدي اظهر وحده لازم يكون قبلها باك سلاش. فاذا بدي اطبع تنتين باك سلاش اكم باك سلاش حيكونوا عندي؟ 4، يعني لكل وحده لها باك سلاش قبلها، واضح؟ ونفس الشيء حيكونوا 4 وراها عشان يظهر تنتين عندي. فلو انا بدي اطبع باك سلاش انا 4 وحدات قبل كلمه فاري اكم باك سلاش حيكون عندي هان؟ 8، لان كل وحده حيكون قبلها باك سلاش وحده، واضحه الصوره هاي؟ بعدين عندي الدبل كوت برضه ما تنساش انه الباك سلاش اللي هنا عشان الدبل كوت اللي هان، وهي الاربعه اللي حكينا عنهم. يعني كمان مره لاحظ باك سلاش الان هنا الكومبايلر مش هيعملها نيو لاين، ولاحظ دير بالك هو ما عملهاش نيو لاين زي ما انت شايف، هو طبعها وين؟ على 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 الشاشه او السكرين او الكونسول. وهذه ملاحظه كثير مهمه. طب سؤال هنا لو انا هذه لغيتها، لو هذه مش موجوده شو حيصير معي؟ حيطبع حيجي هنا وينزل سطر جديد ويطبع كلمه ماتش بعدين باك سلاش الان، واضح الفرق بين التنتين؟ فاذا انا بدي ابطل عمل الباك سلاش بضيف قبله باك سلاش، واضح؟ يعني اذا هاي باك سلاش الان النيو لاين بدي ابطل عملها بحط قبلها باك سلاش، وضحت الصوره؟ هذه ملاحظه كثير مهمه. طيب الان لاحظ انا هذا عامل اكسرسايز لنتطرق لنقطه كثير مهمه اللي هو موضوع السنتاكس اللي طبعا انا كثير بركز عليه. ولاحظ لك قايل لك هات لي مثلا فايند اول سنتاكس ايرورز، وهتلاحظ انه هذه مليانه سنتاكس ايرور، وهذا طبعا الكومبايلر هنا مش حيشتغل،
يعني من مباشر اول ما حيقول لك يقول لك هذه مليانه اخطاء، راجع الاخطاء عشان اقدر أن اترجم الكلام هذا لبايت كود. مش حيترجم الكلام هذا لبايت كود لانه مليان سينتاكس ايرور، يعني بيمسك الاخطاء هذه قبل ايه ما يترجم لبايت كود او يحول لبايت كود. اولا طبعا احنا هذه احنا حكينا مش هنتطرق لها، بس تعال نطلع public static void main. في ملاحظة هل هي void هي هذا اللي احنا بنكتبها؟ يعني هل الاي قبل الاو ولا الاو قبل الاي؟ انا مش ذاكر، بس هل static هيك بتنكتب؟ هل المين هيك بتنكتب؟ وبعدين هل القوس هذا هو اللي بيستخدم ولا كيور براكت سان؟ وهل string زي هيك ولا الاس كابيتال لتر؟ وهل كيور براكت بستخدم هنا ولا الاقواس عادية؟ وايش الاركس هذا شو بيجي وراها؟ هل هذا صح ولا غلط؟ بعدين بيجي هذول بنسميهم statements، كل واحدة من هذول اسمها statement. كل statement لازم تنتهي بفاصلة منقوطة، فيش فاصلة منقوطة عندي هان. بعدين بطلع هان اوقف شوي، هو السيستم هذه capital letter ولا small letter؟ هذه الاوت small letter ولا capital letter؟ هذه dot ولا فاصلة؟ هذه ال p small letter ولا capital letter؟ بعدين لما اجي هان في عندي backslash ال p بنفع اعملها هيك؟ بنفعش، هذا هيعطيني ايرور. فلاحظ النقطة هاي، هذا فيش فيها فاصلة منقوطة حطينا لها. هل انا في تنتين عندي من الدبل كوت ولا واحدة بس؟ تعال نطلع هنا ما حطيناش حرف التي، هيعطيني ايرور، هيقول لي شو برين هذه من وين جايبها، هذا هيعطيني خطأ مثلا. بعدين حطينا احنا هاي الدبل كوت دبل كوت دبل كوت، بس في ملاحظة بنفعش، يعني لازم اسكر دبل كوت اللي هان. وطب بنفع برضه بنفعش، لازم احط بينهم زائد اذا انت قصدك تكتب اي لاف جافا جمله واحده. هذا الكلام اخذناه قبل هيك. بعدين مثلا لما نطلع هنا عندك هذا مش حاط اساسا دبل كوت، هنا هيعطيك خلل. باك سلاش كابيتال ان ممكن نفسه زي سمول ان، سمول لتر ان بيختلف عن بعض، هنا هيعطيني ايرور وهن نفس الشيء. فالشاهد في الموضوع بنلاحظ انه هذه الجمله مليانه سينتاكس ايرور. انا بدي اوصل لك فكره بانه موضوع انك تكون دقيق في كتابه اللي هو الكوماندز او الانستراكشن اللي بتكتب بجافا، لان طبيعه جافا قلت لك هي لغه ريبست، وطبعا لا مجال بانك لازم تكون حافظ كل هذه السينتاكس حفظ، فيش مجال. طيب نكمل مع بعض الشق الثاني من المحاضرة، وحندخل الآن في موضوع الانبوت. وطبعا احنا نقصد هنا في موضوع الانبوت اللي هو عملية القراءة من لوحة المفاتيح. الآن بالنسبة للقراءة من لوحة المفاتيح بيقول لي هان it's more complicated، هي أصعب شوي وأعقد شوي من عملية اللي هو الاوتبوت، أو ان احنا لما نظهرنا النتاج أو التكست على الشاشة. الموضوع في عملية القراءة من لوحة المفاتيح بيتطلب ثلاث خطوات. الخطوة الأولى بإحنا لازم نستدعي مكتبة معينة، هل إحنا عن طريق import java.util.scan، هذا شيء أساسي لابد منه. والخطوة الثانية هان بإنه إحنا لازم نعمل اللي هو الخطوة الثانية هاي، هننشئ طبعا new object. طبعا هذا الكلام التعقيد تاعه قدام هنحكي عنه، يعني ليس الآن، يعني في نهاية الفصل، مش هذا موضوعنا، إنما هذا حنحفظه حفظ في الوقت الحالي. والخطوة الثالثة اللي هي عملية بأن الرقم اللي تم إدخاله بعد إحنا ما استقبلناه لازم نخزنه في مكان معين داخل الرام، لازم نخزنه في مكان معين داخل الرام. طيب الآن هذا نشوف معنا مثال، هذا مثال كود كامل بيوضح لنا كيف إحنا هنقرأ رقم معين من لوحة المفاتيح وبعدين نظهره على الشاشة. والمثال هنا بانه حنطلب مثلا نكتب او نسال هاو اولد ار يو، يعني قديش عمرك. فانت هان لاحظ الكرسر اللي هان، هذه الكرسر ذاكرين حكينا عنها، هذا حتى تستنى فينا لحد ما ندخل رقم وبعدين نضغط على انتر. بعد ما نضغط على انتر حيظهر لي، حيقول لي هنا انت عمرك اللي هو الرقم اللي دخلناه. كيف الكلام هذا بنعمله؟ زي ما احنا شايفين هنا، اولا لاحظ الشق الاول في الموضوع بانه هذه الخطوه الاولى، شايف احنا ايش عملنا؟ عملنا عمليه امبورت، استدعينا المكتبه هاي، لانه هذه المكتبه الخاصه تتعلق بالست اب اللي هو الخاصه بعمليه، يعني تهيئه عمليه ادخال اللي هو الارقام من خلال لوحه المفاتيح. هذه طبعا المكتبه هاي مهمه، بدونها مش هنشتغل، مش هنقدر نحن نستقبل اللي هو مدخلات من خلال لوحه المفاتيح. الخطوه الثانيه لاحظ، فهذه من هذه جزئيه السيت اب بتاعه الكيبورد،
والشغل الخطوة الثانية اللي احنا حكينا عنها، هي الخطوة الثانية هنا هيك، طبعا برضو هذه من جزء من عملية الكيبورد انبوت السيت اب لسه، يعني لسه احنا قاعدين بنهيئ عملية تمرير او استقبال اللي هو الرقم المدخل اللي حيتم ادخاله من لوحة المفاتيح. الان الخطوة الثالثة وهي طبعا كتير مهمة، هذا عملية التخزين المدخل اللي تم ادخاله من لوحة المفاتيح لوين؟ داخل الرام. طبعا احنا هذا حيفتح علينا ايش؟ باب جديد، وحيدخلنا هذا في عالم انه احنا بالاول لازم نكون حاجزين مساحة او حاجزين مكان داخل الرام اللي حيتم فيه استقبال الرقم اللي تم ادخاله من لوحة المفاتيح. ولاحظ احنا اللي تم ادخاله او اللي تلاحظ اللي تم ادخاله الان في لوحة من لوحة المفاتيح اللي يساوي هذا، معناته التخزين حيتخزن داخل حاجة اسمها الايج. ما هو الايج؟ الايج هو عبارة عن عنوان في الذاكرة، لاحظ احنا هذا هو، او بمعنى اخر بنسميه ايه؟ فاريبل، بنسميه فاريبل او متغير. وطبعا هذا حيدخلنا على موضوع الفاريبل زي ما حنشوف في السلايدات اللي جايه بالتفصيل. فالفكره هنا بانه لاحظ لما احنا كتبنا رقم 26 وضغطنا على الانتر طلع لي على الشاشه وهنا قال لي يور ايج، وراح على المكان اللي في الرام اللي تم تخزين الرقم المدخل من خلال لوحه المفاتيح واظهر لي اياه وين؟ على الشاشه. يعني 26 هذه اللي بالاولى تم ادخالها من لوحه المفاتيح، ضغطنا على انتر، هذه 26 الثانية تم قراءتها من الرام، تم قراءتها من الرام وأظهرناها وين؟ على الشاشة. طيب طبعا هذا الموضوع الآن اللي وقفنا الآن، يعني احنا مش هندخل الآن في موضوع كيف نقرأ من الكيبورد، طبعا كلام هنحكي عنه في المحاضرة الجاية بشكل أعمق، لكن هذا فتح لنا باب صغير وهو عالم، باب مش بسيط طبعا، عالم الفاريبل، وهذا اللي هنبدأ نحكي عنه بالسلايدات اللي جاية. أولا ما هو الفاريبل؟ معنى variable معناه متغير، وكلمة variable في عالم البرمجة كتير مشهور. فلما نقول variable في الجافا اللي هي يعني عبارة عن data container، شو يعني data container؟ هذا مكان للبيانات، مكان يعني علبة، خلينا نسميها علبة أو مخزن صغير. شو بيعمل؟ بيخزن saves the data، بيخزن البيانات اللي هو الفاليو، يعني الداتا فاليو بنسميها أو الداتا لحالها during java program execution، يعني طول ما البرنامج شغال حتم هذه الداتا مخزنه في المتغير هذا. فالمتغير الان له شغلتين، في حاجه اسمها variable name وفي حاجه اسمها variable type. variable name معناها انه هذا هو العنوان تاع المتغير، يعني المكان اللي حنحجزه في الرام هذا لازم يكون لي عنوان، كيف حاشير اليه بعد هيك؟ يعني عايز اروح على المكان هذا، فبالتالي انا لازم اعمل له ايش؟ عنوان، عشان بعد هيك انا اروح على المكان هذا من خلال العنوان تاعه. فهذا اللي احنا بنسميه الفاريبل نيم. الفاريبل تايب بيتعلق بالهيئه تاعت المتغير، يعني المكان هذا اللي حيشير عليه الفاريبل نيم شو الفورمات تاعته، شو الحجم تاعه، وهذا اللي نحكي عنه الان بالتفصيل. فمثال هنا شو يعني، نعطي مثال على variable. لما نيجي نقول integer، هذه كلمة int وهنا age، ولما مثلا نقول int و x طبعا هذه statement كاملة. الكمبايلر هنا طبعا بيعرف انه int هذا variable ايه؟ التايب، هذا التايب تاع variable، وكلمة age اللي هو variable name. variable name الكمبايلر هنا لما يمسك الكود اللي هان وهيحوله للبايت كود شو هيعمل؟ طبعا حيروح على مكان معين في الذاكره، واحنا هذا بنسميها هذا العالم اللي احنا عملناه بنسموه variable declaration، بس هنا declaration type وبلا تعديل، ما علينا variable declaration. في ال variable declaration شو اللي بيعمل الكومبايلر؟ بده يروح على مكان معين في الرام، خلاص لما لما ينتهي من الجمله هاد ايش اللي حيسويه؟ اولا حيروح على مكان، اول شيء بتطلع هنا integer، حيروح على مكان في الرام وحيحجز اربع خانات، الخانة الواحدة عبارة عن بايت، الخانة الواحدة هان يعني اللي انت شايف كل مربع هان هو عبارة عن بايت. شو يعني بايت؟ 8 بت. شو يعني 8 بت؟ يعني 8 شحنات، شحنات الصفر او واحد، فالبايت الواحدة بتساوي 8 بت. خلاص الان نطلع الانتجر هان حيحجز اربع خانات، له 1 2 3 اربع خانات، وطبعا المكان الاربع خانات او المكان هذا هي كله حيكون لي عنوان خاص به. هذا العنوان ايش اسمه؟ ايج. فالايج هو عبارة عن عنوان بيشير للمكان هذا اللي احنا شايفينه، خلاص. الان المكان هذا قديش حجمه؟ اربع خانات،
ليش حجمه 4 خانات؟ لأنه انتجر. في كمان شغلة تانية بأنه طبيعة اللي حيتخزن في المكان هذا الهيئة تاعته هي عدد انتجر، بنفعش أخزن فيه كسور أو أعداد مثلا عشرية. نيجي مثلا هنا أو كسور عشرية، نيجي هنا مثلا نفس الشيء لما نعمل بعديها أجل كومبالر لما جير الستيتمنت اللي بعديه وحكى هن انتجر اكس، انت اكس يعني حيروح على الرام وحيحجز في مكان معين 4 خانات، شايف؟ وهدول 4 خانات العنوان تاعهم اللي هو حيسميه اكس، فالعنوان اكس يشير للمكان اللي هان، وحيحجز طبعا 4 خانات لانه هذا انتجر، خلاص؟ فبالتالي هنا يعني الايج يشير للمكان اللي هان والاكس يشير لمكان اخر في الميموري، تمام؟ هذا اللي احنا بنسميه variable declaration، بان احنا يعني نحجز له مكان في الذاكره وبيصير خلاص الاسم الفاريبل هو العنوان الذي يشير لهذا المكان. تعال نشوف الان نشرح الكلام هذا بالتفصيل. الان احنا في لما قلنا انت وايج هين انت سميناه الفاريبل تايب والايج اللي هو الفاريبل نيم. الحين طبعا موضوع النيمينج او تسميه المتغير في قوانين معينه، طبعا هاي شايف Java Variable Naming Rules، في رولز معينة لتسمية المتغير. بنفعش نسمي المتغير أي اسم بشكل عشوائي. أولاً لما يجي يقول لك أنا Variable Names are Case Sensitive، شو معنى Case Sensitive؟ Case Sensitive يعني لما بقول لك أنا Int Age هنا غير لما أقول لك Int Age واكتبها مثلاً حرف الـ A، ها Capital Letter، هاي Age، هاي ايج، يعني الجي والاي سمول لتر واعمل زي هيك، يعني انا بدي اعمل هاي انت، ها نفس الشيء، لاحظ الان هذا المكان غير هذا المكان، هذا عنوان حيشير لمكان يختلف عن المكان هذا، فهي معنى كيس سنسيتيف، يعني الكومبايلر هنا او المترجم بيميز بانه هذا حيكون تختلف عن هاي، معنى كيس سنسيتيف، فما تقولش انهم نفس الكلمه، لا، اذا صار في عندي اي حرف من هذول صار اختلف، صار من سمول لتر لكابيتال لتر حيختلف الاسم. طيب بعدين الفاريبل نيم ممكن انه يحتوي على لتر اللي هو الاحرف سمول لتر وكابيتال لتر، على ديجيتس على ارقام من 0 لـ 9، وبعدين في عندنا تو سبيشال كاركترز اللي هم الاندرسكور والدولار ساين. الاندرسكور اللي هي الاشاره اللي زي النقص اللي بتكون لتحت شوي، والدولار ساين اللي هي اشاره الدولار احنا طبعا بنعرفها، بس طبعا غير هدول الكاركترز ممنوع، لا يجوز، بيصير هنا اسم الفاريبل انفاليد. كمان طبعا بقولنا هنا لازم يبدا المتغير، يعني الفاريبل نيم لازم ستارت ويد ايش، ويد الفابت، يعني لازم يبدا بحرف، بنفعش يبدا برقم، بس شايف كان نوت ستارت ويد نمبر، بنفعش يبدا برقم، لكن كان يوز اندرسكور ان دولار ساين، ممكن يبدا باندرسكور، ممكن يبدا بدولار ساين، وممكن يبدا بس بحرف، يبدا برقم لا ممنوع. بعدين هنا بقول لي مثلا الفورين كولكترز، الفورين كاركتر كان بي لترز ديجيت، يعني لكن بعد هيك ممكن تكتب ديجيت زي ما بدك، مش مشكله. نيجي على طبعا وايت سبيس، بقول لي اذا بتعمل انت مساحه بينهم تعمل سبيشال كاركتر زي الفاصل، النجمه، الفاصل المنقوطه الى اخره، هذا كله ايه؟ نوت الاود، ممنوع. طبعا والشرط النهائي هنا او الاخير بانه فاريبل نيم اسم المتغير كان نوت بي كيورد، بنفعش يكون عندنا keyword او reserved word، هنحكي عنها بالتفصيل. تعال نعطي مثال هنا عشان نوضح الصورة، نمحي السكراتش مع بعض. اول شيء لو اقول لك هل هذا بنفع، هل هذا valid variable name، هتقول لي نعم لانه بدأ بكاركتر وما فيش عندي انا special character، فبالتالي فيش مشكلة، يعني نطلع فيش مشكلة، نعم هذا valid variable name. هل هذا valid variable name، هتقول لي نعم لانه ممكن انه هنا شايف يحتوي على الدولار ساين ويحتوي على اللي هو الاندرسكور وممكن يبدا فيهم، لكن ممنوع يبدا بايش؟ ممنوع يبدا بنمبر. تعال نطلع هان ويك دي، هل هذا فاليد ولا انفاليد؟ حتقول لي انفاليد. ليش انفاليد؟ لانه بنفعش استخدم انا فراغ وايت سبيس، هذا وايت سبيس بنفعش، فحنقول لي هنا الكومبايلر هنا حيعطيني ايرور، بيقول لي بنفعش ان ايه لازم نغير الاسم تاعه. هل هذا valid ولا invalid؟ طبعا احنا فيش مشكلة عندنا هان، بس هذه الاشارة اللي هان هذا الرمز خلاه لي invalid، فبالتالي بنفعش اسمه متغير زي هيك. هل هذا valid ولا invalid؟ طبعا invalid، ليش؟ لانه هو بدأ هنا ايه بنمبر، لا يجوز ان احنا نبدأ اسم متغير بنمبر. هل هذا valid ولا invalid؟ invalid لانه هذا الكاركتر اللي هان special character ممنوع، يعني فقط احرف و
وارقام واندرسكور ودولار ساين بس، وممنوع يبدا برقم، يعني الكلام واضح. فبالتالي هذا انفاليد. هل هذا فاليد؟ فيش مشكله، طبعا هذا فاليد، لانه ممكن يبدا عندنا بدولار ساين وبعدين تكمل زي ما بدك. بابليك، هل هذه فاليد ولا انفاليد؟ حقول لك كان طبعا هذه انفاليد. ليش هذه انفاليد؟ لانه هذه الكلمه ريزيرفد وورد. طبعا شفنا كلمه بابليك احنا في الكود، وحنحكي الكلام كمان شويه ما هو الريزيرفد وورد. الان الريزيرفد وورد دير بالك، ها، جافا ريزيرفد وورد هذه عباره عن كي ووردز that are reserved by Java function and cannot بنفعش cannot be used as identifier. بنفعش نستخدمها كاسم متغير ولا function function ولا اسم class. طبعا هدول بعدين هنحكي عنهم، بس مبدئيا احنا بنفعش استخدم انا الكيورد كفاريبل نيم. هنا اذا احنا استخدمنا reserved word هذه اللي احنا عنا as used as a variable، اذا استخدمناها كمتغير هيعطينا error او طبعا unexpected result. فبالتالي ممنوع. هدول هم الامثله على الريزيرف دول. يعني مثلا كلمه public واحده منهم بنفعش، بنفعش استخدم كلمه void، بنفعش استخدم كلمه while كاسم متغير، بنفعش استخدم if مثلا، بنفعش استخدم else الى اخره. طبعا هدول مع التكرار حتبقى تعرفهم لحالك، يعني المشهورين منهم. طيب هيك احنا بنكون خلصنا الشق الثاني، يعني خلصنا موضوع الفاريبل نيمينج وشفنا الرولز القوانين تاع تسميه المتغير بتفاصيلها. الان نيجي لموضوع الفاريبل داتا تايب، وهذا موضوع طبعا اطول واعقد شوي. اولا كل متغير each variable in Java has a specific type، لازم يكون له تايب، يعني كل متغير له تايب. كلمه تايب معناته انه هو بيحدد لي السايز واللي اوت تاع الفاريبل ميموري. يعني لما انا يعني كان الفاريبل تايب بيحدد لي حجم اللي الفاليو اللي بدي اخزنها في المكان هذا والفورمات تاعتها. يعني بنفع اخزن فيها كاركتر، بنفع اخزن فيها اعداد كسريه، بنفع اخزن فيها اعداد انتجر. هاي معنى كلمه اللي اوت. وطبعا بيحدد لي الرينج الفاليو زي ما حكينا اللي حتتخزن في هذه الميموري حسب التايب تاعها. وبعدين حيحدد لي نوع الاوبريشن العمليات عليها حسب التايب تاعها. طبعا الكلام هذا حيوضح من الامثله اللي جاي. هذا عند الدياجرام اللي احنا شايفينه او التشارت بيوضح لي الداتا تايب كلها. الداتا تايب عباره عن نوعين. النوع الاول بنسميه او القسم الاول بريميتيف داتا تايب اللي هي البيزك الاساسيه هدول، والنوع الثاني اللي بنسميه نون بريميتيف داتا تايب. في البريميتيف داتا تايب اللي حناخذهم طبعا بالتفصيل، النوع الاول هو الانتجر وبيندرج تحتيه البايت شورت انتجر لونج. النوع الثاني الفلوتنج بوينت نمبر العدد اللي فيها الكسور، عدد الكسور العشري يعني، اللي في تندرج تحتيه طبعا الفلوت والدبل، والكاركترز اللي هم الاحرف اللي هو التشار، واذا عايزين البوليان اللي هي قيمه البوليان هنحكي عنها. في النون بريميتيف داتا تايب بس في طبعا احنا هنحكي ايش، حنركز في الوقت الحالي على موضوع السترينج زي ما حنشوف في الامثله اللي جاي. نبدا بالاول في الداتا تايب الاولى اللي هي الانتجر، واللي بيندرج تحتيها البايت والشورت والانت واللونج. اولا لاحظ هذا اللي اسمه احنا شايفين هذا variable declaration. شو يعني؟ يعني variable declaration يعني في الحاله هاي كلمه بايت، اذا بتلاحظ انه ها شايف كلمه بايت انه حيحجز لي في الذاكره 1 بايت، هيحجز لي في الذاكره ايه في الرام 1 بايت. وطبعا رينج الفاليوز هايهم حيكون من سالب 128 لموجب 127، لانه انا عندي هاد مساحه ضيقه 1 بايت 8 بت مساحه قليله. لو استخدمنا داتا تايب شورت لاحظ اللي هي 2 بايت، صح، فصار عندي الرينج انا زادوا، يعني شايف كبر الرينج المدى بينهم من سالب 32768 لموجب 32776. طبعا بيكبر الرينج، حيكبر اكثر واكثر في حاله مين؟ الفور بايتس، في حاله اللي هو الانت، فهيبدا الرقم طبعا ضخم مش هنقدر نقراه. وطبعا لما اذا كان عند اللونج هيحجز لي 8 بايت اللي هو طبعا الرينج تاع الرقم كثير ضغط كثير اكبر. فبالتالي بدنا نستوضح الصوره ليش التايب هنا انه من تايب، يعني اذا اختلف التايب حتختلف المساحه وبالتالي حيختلف رينج الارقام المخزنه، وكمان حيختلف عند الهيئه تاعت الرقم تخزن فيه. هدول كلهم اللي احنا شايفينهم بيندرج الهيئة تاعتهم واحدة، الفورمات تاعتهم واحدة اللي هي انتجر، يعني بيخزن أعداد صحيحة خلاص، فيش فيها كسور فيش فيها فواصل.
فالحين لما يجي الكومبايلر هان نمحي بس هاي اول لاين هنا حيجي وينفذه. بعد ما ينفذ هات ايش حيعمل؟ حيكون راي على الذاكره وحاجز مكان بايت وحده، لاحظ اللي هي يعني مربع واحد لانه فقط قديش مساحته 1 بايت، وحيكون عنوان تاعه اسمه ايش؟ اكس. ما اتفقنا على الكلام هذا لانه الاكس اللي هو العنوان اللي بيشير على المكان هذا، لان المكان هذا قديش السايز تاعه؟ 1 بايت يعني 8 بت. شو نوع الفورمات تاعته؟ نوعها انتجر يعني فقط بتخزن فيها اعداد صحيحه بدون كسور او اعداد عشريه. بعدين لما يجي على الخط اللي بعديه الكومبايلر اللي هو المترجم شو بيعمل؟ حيروح على الرام وحيخزن، حيحجز لنا خانتين، كل خانه 8 بت 16 بت يعني 2 بايت، ما دام 2 بايت يعني 16 بت. لان المكان هذا شايف كيف؟ عنوانه ايش؟ واي. شو الفورمات تاعته؟ الفورمات تاعته حتكون عندنا انتجر. نفسي نيجي على البعديل الان هنا نفس الشيء انتجر زد. شو يعني؟ يعني هذا الكومبايلر حيروح على مكان معين في الرام وحيحجز 4 خانات، طبعا كل خانه عباره عن بايت، واحنا هنا اتفقنا الواحد بايت بيعطيني كم من بيت؟ 8 بت. فعندي الانتجر هان بيساوي اللي هو 4 بايت او 32 بت، 32 بت. والعنوان اللي هنا تاعت المكان هذا اللي هو 32 بت شو عنوانه؟ زد، اللي هو يعني اسم المتغير. لونج الدبليو نفس الفكره، حيجي يحجز هان 8 خانات يعني 8 بايت، 8 في 8 64 بت. كل هذا المكان هيك له عنوان واحد اللي هو ايش؟ الدبليو. واضح شو معنى اللي هو الانتجر داتا تايب؟ طيب نكمل هنا ونشوف. الان تعالوا نشوف بالنسبه للسايز عشان توضح لنا الصوره. السايز في اللي او تاع الانتجر اذا كان بايت، لاحظ هذه الان اسمها هذا اسمها بايت الاكس، هذه فيريبل ديكلاريشن، هذا اسمها فيريبل ديكلاريشن، واللي هنا بنسميها اساينمنت او انيشاليزيشن. طبعا المصطلحات حتمر معنا وحنكرر حتوضح الصوره بعدين. هنا ايش بيقول لي هان؟ اللي حيصير هنا بانه لما يجي المترجم وينفذ اول سطر هنا هيك اول انستراكشن حيروح على الرام وحيحجز فقط 1 بايت 8 بت، وحيسمي العنوانها اكس، وحيخزن فيها العدد 3. وبالفعل زي ما انت شايف 3 بالباينري لانها شحنات كهربيه، بالباينري حيتخزن زي ما احنا شايفين، وبالفعل هذا اللي بيصير. لما يجي على السطر اللي بعديه الستيتمنت اللي بعديه حيحجز مكان في الرام مكونه من 16 بت هاي هم، وحيخزن الرقم 3 فيها. لاحظ الرقم 3 كيف مخزن على 16 بت زي ما انت شايف، وعنوانها واي. اللي وراها حيخزن 3 في الزد اللي هي عنوان 4 بايت، هنا 32 بت، لكن حيخزن الرقم 3 وين؟ زي ما انت شايف في هدول كلهم، في المكان هذا كله وهذا كله، ايش عنوانه؟ زد. هنيجي هنا حيخزن 3 في اللونج، في الدبليو، الدبليو هو عنوان يشير للمكان هذا كله هيك زي ما احنا شايفين، وهذا حيخزن فيها الرقم 3 على كل المكان هذا، فبالتالي كله هذا حيكون اصفار ما عدا الايش اللي هنا واحد واحد. واضح هنا؟ انما الفورمات تاعتهم اذا بتلاحظ الهيئه واحده، بس اللي اختلف عندنا هنا ايه؟ الحجم. وطبعا هنا معطين الرينج عشان يقول لك لاحظ هذا اقل قيمه اكبر قيمه، اقل قيمه اكبر قيمه، عشان في الاخر ما نقللش عن اقل قيمه ولا نزيد عن اكبر قيمه، لانه هيعمل عندنا مشكله، والكلام هذا حنشوفه بالتفصيل المحاضره الجاي. يعني احنا لو اعطينا زياده عن الحجم اللي ممكن يستوعبه، يعني رقم اكبر من الرقم 128 مثلا في هاي، شو بعطينا؟ حيعطينا ايرور. ليش حيعطينا ايرور وشو اللي حيصير؟ هذا كلام حنشوفه مع بعض بالتفصيل. ونفس الشيء لو خزننا رقم اقل من الرقم من الحد الادنى من السالب، يعني خزننا مثلا سالب 130 هنا في الحاله هذه، شو حيعطينا؟ شو نوع الايرور اللي حيعطينا وليش؟ الكلام هذا حنفهم بالتفصيل المحاضره الجايه، لكن الاساس الكلام وفهمنا هنا في المحاضره هاي اللي احنا بنحكيه الان. طيب هذا بالنسبه للانتجر. بالنسبه للفلوت، طبعا الفلوت بيندرج تحت هذا فورمات. لاحظ الفلوت اللي كمان مره هذا عباره عن فيريبل ديكلاريشن. لما يجي الكومبايلر هنا بده يعمل تنفيذ لللاين اللي هنا الستيتمنت هاي، حيروح على الذاكره ويحجز لها كام؟ ها شايف بيقول لي هان 4 بايت. ما دام هذا نوع الداتا تايب فلوت حيحجز له 4 بايت. فيحجز له 4 بايت يعني 4 خانات يعني 32 بت. شو العنوان اسمه؟ العنوان اسمه ايه؟ لكن شو الفورمات تاعتها؟ الفورمات تاعتها فلوت. يعني القيم اللي جوا لاحظ اللي هي فيها فواصل عشريه زي هيك تختلف عن الانتجر. حنشوف كمان امثله جايه توضح الصوره هاي، انما مهم انك تكون فاهم شو معنى الاختلاف بين الفورمات بين داتا تايب الانتجر والفلوت. الان السطر اللي بعديه لما يجي المترجم ينفذ
اللي هو الستيتمنت اللي وراه حيروح على الذاكره. طبعا حيحجز بما ان الدبل عباره عن 8 بايت حيحجز عن 64 بت ورا بعض، يعني 8 خانات ورا بعض ملزقين ورا بعض، وهيعطيهم العنوان اللي هو بي. لكن الفورمات تاعتها او اللي اوت اللي هو حتكون عباره عن فلوت، يعني اللي هو فيها اللي هو الخانات العشريه او زي ما احنا او الكسور العشريه. طيب بالنسبه للسايز واللي اوت هذا حيوضح لنا الصوره. طلع هان الان هذه اسمها، لما يجي هنا الكومبايلر ينفذ اللي هو التعليم هاي شو بيعمل؟ حيروح على الرام كمان مره وحيحجز كم بايت؟ 4 بايت. ليش 4 بايت؟ لانه نوعها انتجر بالضبط. ماشي، حجز لنا هنا 4 بايت زي هيك، وهدول ال 4 بايت ايش عنوانهم؟ عنوانهم اكس. شو الفورمات تاعتهم؟ الفورمات تاعتها انتجر، فبالتالي حيخزن الثلاثه في ال 4 بايت زي ما انت شايف، اصفار اصفار اصفار. لما اجى هنا وحط 1 1 بالباينر يعني 3 بالعشره، خلصنا الجمله هاي. لما نيجي على اللي وراها هان قال لي فلوت الاي بتساوي 3.0 اف. طبعا اف لازم اضيفها هنا ضروريه عشان ابين له انه هذا عدد فلوت، والا حيعطينا ايرور. بس مش هذا الموضوع. في الحاله هذا شو هيعطيني الكومبايلر؟ المترجم هنا حيروح على الرام وحيروح على مكان معين من الرام، وهيحجز لي كم بايت؟ 4 بايت، يعني 32 بت. العنوان تاعهم ايه؟ اللي هو اي، بيشيل على 4 بايت هذول. شو الفورمات تاعتها؟ الهيئه تاعتها، هي تاعتها فلوت، فحيتخزن الرقم 3.0 هان. طلع كيف؟ بتلاحظ اختلاف كبير بين هدول وبين اللي هان، لأن هذا الفورمات تاعتها انتجر، هذا الفورمات تاعتها فلوت، اختلاف كلي بين الاثنين. واضح؟ نيجي على الجملة اللي بعديها الأخيرة، دبل البي بعطيني 3.0، نفس الشيء حيروح على الرام وحيحجز لي هان 8 بايت يعني 64 بت، وحيشير اللي هو العنوان اللي هو بيش المكان هذا، وحيخزن لي 3.0 في العنوان هذا. وحتى لاحظ كانت عندنا الدبل يعني مش زي قصة الانتجر والشورت، لا يعني حتى هنا في، طلع كيف القيم اللي هنا بيختلفوا عن القيم اللي هان، مع انهم الاثنين الفورمات تاعتهم فلوت. فعالم الفلوت عالم كتير اعقد، كيف تتحول الارقام هذا الفلوت، هذا الموضوع نحن نشوفه بالتفصيل في الرياضيات المنفصلة او في اللي هو اللوجيك ديزاين، لانه هذا كتير مهم نحن نعرف كيف بتم تخزين الكسور العشرية او الاعداد العشرية، الكسور العشرية يعني فيها الفواصل زي الفلوت والدبل داخل الرام. الاسهل منها موضوع الانتجر بانواعه، كان بايت او شورت او انتجر او لونج. الان بقول لي هنا لاحظ اذا انت بتنتبه على الرسم اللي هان، انه السايز تاع الانتجر والفلوت هو 4 بايتس، يعني نفس الحجم. لاحظ بالفعل هذول اللي هان واللي هان نفس، هذول 4 بايت وهذول 4 بايت، لكن دير بالك اللي اوت او الفورمات از ديفرنت. هذا الفورمات تاعتها انتجر، هذا الفورمات تاعتها فلوت، اختلاف كلي. نفس الشيء لو كان بالنسبه لللونج والدبل، يعني لو قلنا احنا هذا الدبل 8 بايت واللونج برضه 8 بايت، لكن طبعا الفورمات هو طبعا نفس الحجم بنحجز لهم، لكن الفورمات تاعتهم او اللي اوت يعني طريقه تخزين الرقم غاد وطريقه اللي هو الفورمات تاعته بتختلف اختلاف كلي اذا كانت دبل عنها اذا كانت لونج. طيب نكمل مع بعض الداتا تايب الثانيه وحندخل في موضوع التشار والبول. في التشار عندنا هنا اللي هو الكاركتر، يعني عايزين نخزن كاركتر. مثلا بقول التشار الكي خزن لي فيها حرف الكيو، هاي معناها. شايف التشار الكي، تعال نشوف مع بعض هنا. فبقول لي التشار وبنحجز له كم بايت؟ 2 بايت، اللي هو يعني 16 بت. فبالتالي معنات الكلام انه كل حرف احنا بندخله من لوحه المفاتيح، كل حرف احنا بندخله من لوحه المفاتيح بيحتاج له 2 بايت لتخزينه. يعني لو كتبنا احنا 5 احرف انا بلزمني 10 بايت. واضح؟ بعدين عندنا الداتا تايب الثاني اللي هي البوليان. البوليان هنا طبعا هذا اما ترو او اما فولس، حنفهمها اكثر بعدين لما ندخل في عالم في المحاضرات القادمه، انما هذه من ضمن الداتا تايب المهمه. وطبعا هذه ما بتاخذش حيز كثير من الرام، هي فقط بدل الحد الادنى، والحد الادنى في الرام اللي هو الواحد بايت، لانه قلت لك كل المربعات اللي موجوده في الرام هي يعني المربع اللي انت شايفه هنا اللي هي الخانه هذه هيك او الصندوق الصغير هذا، هذا اقلش اللي هو برضه بايت. فبالتالي هنا اول شيء نجي نطلع الكاركتر كي يساوي كيو، حرف الكيو شو معناته؟ حيجي هان عندنا المترجم ويبدا ينفذ في اول ستيتمنت من هان، حيروح على الرام في مكان معين وحيحجز له 2 بايت، حيحجز له كم بايت؟ 2 بايت. ليش 2 بايت استاذ؟ لانه الكي ايش نوعها؟ تشار. في التشار كم بنحجز لها؟ 2 بايت. كلام واضح. شو العنوان تاع العنوان المكان هذا؟ كي. شو حيتخزن في الكي؟ طبعا اللي هو حرف الكيو، لكن حرف الكيو بتخزنش كحرف،
الحرف الكيو حيتخزن الاسكي تاعه، اسكي الكيو. هذا هو اسكي الكيو بالهكسي ديسيمال. طبعا كلمه هكسي ديسيمال حتاخذوه في مهارات، في المهارات، وممكن نتطرق له بالمنفصل للتوضيح، بس طبعا لازم تكون عارف شو يعني الهكسي ديسيمال. فبتخزن عندنا زي ما انت شايف 0 0، وبعدين هاي 5 كأربع بت، والواحد كأربع بت. فهيتخزن حرف الكيو بالضبط فعلا زي هيك تماما، يعني هيتخزن زي هيك. هذا هو حرف الكيو، لاحظ شايف كيف مخزن في الرام. طيب يعني الآن لو رحنا جينا، ايش معنى الكلام هذا؟ يعني لو جينا في مثلا في الأسطر هنا، قلنا له يعني system.out.println الكي، يعني اطبع لي قيمة الكي، ظهر لي اياها على الشاشة. حيروح المترجم على الذاكرة هنا وحيمسك هدول هيك، بس حيقول لك هذا مش رقم، هذا حرف. هذا الحرف ايش الاسكي بتاعه؟ هذا حرف الكيو، وحيطبع لي حرف الكيو على الشاشة. الخطوة اللي بعديها موضوع البوليان. البوليان هنا حيجي طبعا هيحجز الحد الادنى وهي 1 بايت، واذا كان عند القيمه ترو حيخزن فيها 1، واذا كانت فولس حيخزن فيها 0. وطبعا نفس الفكره، هذا ال هو عنوان المكان هذا، واللام عنوان المكان هذا. واضح هذا بالنسبه لموضوع الداتا تايب. طبعا هنرجع هنا لموضوع اليونيكود، عايزين نفهم هو كل الاحرف اللي احنا بنشوفها والرموز والارقام على لوحه المفاتيح، كل حرف بنشوفه، كل ضغطة زر لها يونيكود خاص بيها. يعني مثلا نطلع ان حرف الاي بدنا نقرأ شو اليونيكود تاعه، فلاحظوا اليونيكود اللي هو 0040، هذا تاع السطر كله، وضيف له اللي هو من واحد، يعني حيصير عندنا 0041. هاي معناها لو جينا مثلا على الكي، الكي ايش اليونيكود تاعه؟ حتقول لي 004B، واضح؟ تعال نطلع على التي، حتقول لي 005 ايه، طلع هان 4. حنطلع على حرف الاف، حتقول لي 0066. هاي معناته، واضح؟ وطبعا هيك حيتم تخزينه داخل الرام. نيجي الان نرجع، احنا اتطرقنا قبل بشوي لكلمه variable declaration و assignment او initialization. حنرجع بالتفصيل هنا طبعا، واعتقد انه هنا موضوع بسيط. لما نيجي نقول انتجر ايش بعطيني 25، هذا اسمها statement كاملة. هذه عبارة عن variable declaration و initialization. هذه statement declares the age variable و initialize it with the value 25. شو معنى الكلام؟ شو معنى declare it؟ ان الكمبايلر بروح بيحجز مكان في الذاكرة بحجم 4 بايت، والفورمات تاعتها انتجر، والعنوان تاع المكان هذا هو ايج، وحيخزن جواته ايه؟ العدد 25 بالضبط. لو جينا على الجملة اللي بعديها، فهي مفهوم كلمات variable declaration and initialization. الديكلاريشن انه يعني بيحجز، وبيصير هذا اسم المتغير هو العنوان اللي بيشير على المكان هذا. initialization يعني بيخزن القيمة جواه. فالانيشاليزيشن في الحالة هذه اللي هي ال 25، تخزين ال 25 جواه اللي هو الفاريبل ايج. والاتش اللي هو الكاركتر اتش هو يخزن في الفاريبل اكس اللي هو عبارة عن كاركتر. تمام، انا برضو هذا نوضحها كمان مره، واتوقع انه هان بدات الامور توضح، بانه هذه معناها انه المترجم أو سوري الكومبايلر هنا او المترجم، نعم، لما يروح حيروح على الرام هنا وحيحجز مكان في الذاكره حجمها 2 بايت، وحيخزن جواها ايه؟ الحرف اتش. مش حيخزن طبعا حرف اتش، شو حيخزن؟ اليونيكود تاع حرف الاتش. طب قديش هو اليونيكود تاع الحرف الاتش؟ لو كان في السلايد اللي قبل، تعالوا نشوفه وين حرف ال H هان. هيو، يبقى حيخزن في الذاكرة 0048، 0048 بالهكس ديسيمال. طبعا هدول حنحوله لباينري على 16 بت، وهيك حيتم تخزينه. طبعا هدول الأمثلة، لما صرنا نقول حين انتجر ايش بعطيني 25، حين الانت هنا معناها الفاريابل تايب، والايج معناها الفاريابل نيم، وال25 معناها الفاريبل فاليو اللي هي قيمه المتغير، واضح؟ طبعا زي ما احنا شايفين هنا، هاي الايج وخزننا في ال25، وهذا الاكس. بس في عندنا غلط هنا، وين انا غلطان؟ انه هذا لازم يكون عندي ايش؟ تنتين، لانه احنا اتفقنا انه الكاركتر 16 بت، فهذه عدلوها عندنا هذه طيبه، وهذا هو العنوان اكس. طيب الان لو عايزين نطبق احنا القيمه لمتغير، الموضوع كتير بسيط. لاحظ هنا، اذا انت عايز تبعت فاريبل نيم للبرنت او برنت لاين مثل، شو بعمل؟ فمحتويات ذا فاريبل كونتنت، محتويات المتغير هو اللي حيظهر على الشاشه. يعني مثلا لما اقول له انتجر ايش بعطيني 25، وتشار اكس بعطيني اللي هو الكاركتر اتش، حرف الاتش، والفلوت مثلا اف يساوي 5.26 الاف،
الحين بنقول له هان سيستم دوت اوت دوت برنت لاين ايج، شو حيعمل هان؟ هل حيطبع لي الكلمه ايج على الشاشه؟ لا، حيروح على الذاكره على العنوان ايج وحيشوف ايش محتواها وحيظهرها على الشاشه بالفورمات اللي تم تخزينها قبل هيك. يعني حيظهر الايج كرقم 25 لانه هذا انتجر كرقم، لكن لو انا عملنا حطينا الدبل كود زي هيك، ها شايف هنا ايش حيطبع لي على الشاشه؟ حيطبع لي كلمه ايج، لكن مش حيطبع لي مين اللي هو الفاليو تاعت المتغير ايج. لو جينا هنا نفس الشيء، لو عايزين نقول مثلا ماي لتر، ولاحظ احنا هذا اسم المتغير، فحيطبع لي هان اتش، والاف انا حيطبع لي اللي هو الرقم. تعال احنا نعمل رن ونشوف، لاحظ هذا هو الناتج تاعت الاوتبوت. لاحظ اول واحد 25 تاعت الايج، كلام سليم. بعدين حيطبع لي ماي لتر يساوي، لاحظ اللي هم هدول. وطبعا لاحظ احنا بنضيف الزائد هنا، والزائد هذا شفناها قبل هيك اعتقد في ثالث سلايد، لما كنا احنا نكتب جمله اي زائد لاف زائد جافا زائد بروجرامينج لانجوج، ممكن نعمله نفس الشيء. الزائد طبعا ممكن نضيفه عشان نظهر، لو بدنا نلحق محتوى شايف تكست مع محتوى متغير بنضيف الزائد ما بينهم. طبعا موضوع بسيط، مع التكرار تبقى الامور كثير هي سهله. ولاحظ انا جاب لي الفاليو تاعت الاكس اللي هي حرف اتش، وهنا اظهر لي القيمه اللي مخزن في المتغير اف اللي هي 5.26. طبعا لاحظ هنا احنا ممكن برضه نستخدم الزائد في جمله واحده زي ما كنت بحكي لك، يعني ممكن نقول له شايف system.out.println age مثلا زائد، ها ممكن نعمل هنا اللي هم باك ذاكرين باك سلاش ان عشان نعمل نيو لاين لتر تساوي اللي هو زائد المتغير اكس، بعدين باك سلاش ان ماي افريج يساوي برضه زائد اللي هو المتغير اف، وهيعطيني هذه حيعطيني نفس الاوتبوت اللي هان تيبيكال بدون اي تغيير. نيجي لاخر نوع داتا تايب اللي هو السترينج. والسترينج هنا بيتم تخزين التكست. ولاحظ هنا حنشوف مع بعض لانه اعقد شويه يعني موضوع السترينج. فالسترينج داتا تايب بيسمح لنا ان احنا نكريت اوبجكت فور ستورينج سترينج عشان نخزن سترينج او تكست خلينا نسميه. طبعا تعالوا نشوف مع بعض كيف بيتم تخزينه في الرام. في هناك طبعا بيقول لي في ميثود كتير خاصه بالسترينج، يعني وحنشوف الكلام هذا ان شاء الله في السلايد او المحاضره اللي جاي. تعالوا نشوف بالاول شو يعني شو الكومبايلر حيعمل لما بيشوف مثلا سترينج الاكس هنا. طبعا حيحجز مكان، هو اول شيء اصغر مكان الحد الادنى له خلاص، لكن لما انت بتعمل له انيشاليزيشن حيكبر المكان هذا حسب النص اللي انت ضايفه. يعني الان هنا الاكس حيتخزن في حرف الاتش والاي والال والال والاو والفراغ، يعني اكم من كاركتر 1 2 3 4 5 6 اضرب في 2 بده 12 بايت خلاص، زائد بايت نهائي بنسميه النول. هذا بنسميها طبعا مش كاتبها هنا اللي هي ايش بنسميها النول، اللي هو يعني انه بيقول لي هاد نهايه الكلمه نهايه السترينج ضروري قصة النول هذا، بس بعدين احنا حنتطرق لها بعدين. فنيجي هنا نطلع هاي حرف الاتش، هو حيحجز هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 زي ما حكينا، وحيضيف طبعا هنا عندنا 2 بايت لحاجه اسمها ايش النول. هذه معناته انه هذه نهايه السترينج، عشان نقدر يميز بين الكلام اللي هان وبين الكلام اللي هان لازم يكون في فاصل، هذا الفاصل المهم اللي احنا بنسميه النول. تمام. طيب الان نيجي هنا على حرف الاتش، الاتش حيتخزن اللي هو اليونيكود تاعها في التو بايت اللي هان، بعدين حرف الاي شايفهم بالترتيب اللي هم هايهم هنا هيك شايف هدول رمز الاي طبعا بالباينر مخزنين، بعدين ال كمان مره ال، بعدين الاو، واخر شيء الفراغ اللي هو السبيس اللي هنا. وهذا السبيس نعم مش السبيس عباره عن كي موجوده في لوحه المفاتيح، موجوده برضو عندنا لها يونيكود خاص بها. وبعد ما نخلص هذا هو النول. الان لو بدي يجي الان شايف هاي في متغير بعدي، هذا متغير اسمه سترينج، نوع سترينج التايب تاعه ايش اسمه نيم. الان النيم هنا حيجي يتطلع هاي عندك كاركتر 2 3 4 5 6 7 يبقى حيخزن لي 14 ايه خانه و14 بايت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. وطبعا في هنا في اخرهم لازم يكون عند 2 بايت لمين للنول عشان يقول لي انه هذا السترينج تاع النيم هاي نهايته. واول حرف حيجي يخزن الكابيتال واي اللي هم هان
اليونيكود تاعها، بعدين اي، بعدين اتش واي اي، وبعدين السبيس، وبعدين سبيشال كاركتر اللي هو هنا هيك. طبعا هالكلام انا هو فعليا هيك يخزن بالفعل في الرام، انا ما جبتوش من الكلام طبعا من راسي. يعني مثلا نيجي نقول لك انه هذا الرقم اللي هنشاف، تعال اطلع، انا ممكن اقرا لك اياه. يعني هذا الرقم حيكون عندنا لا هذا اعتقد تايب، هو هنا المفروض انه كان صفر. نعم هذا لازم تكون صفر، اعتقد انه هنا تايب وعندنا هيك، او خلينا اتاكد لك منها. لا لا دقيقه بس، خلينا اتاكد لك منها. هذه عندنا اللي هي 4 0 2 1، او مثلا نطلع لحرف الواي اللي هنا الكابيتال اللي هو يعطينا 0 0 5، هذا رقم 5 وهي 9، 5 0 0 5 9. تعال بدي ارجع على 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 اليونيكود تاعنا اللي شفناه، 0 0 هاي 0 0 5، وين التسعة؟ هاي التسعة. تعال انزل تحت شاي بالضبط، هاي حرف الواي. الإشارة اللي تو شفناها اللي هي إشارة اللي هان، هاي شايف اللي هي 0 0 2 1، هاي شايفها اللي هنا 0 0 2 1، هاي تعال نطلع عليها هنا. طبعا هاي اللي هي الإشارة اللي هي هذا زيرو، طبعا شايفها، طبعا أنا تايبو عندي هذا زيرو، 0 0 هاي 2 وهذا 1. يعني هيك بالفعل بتم تخزينها في الرام. فلاحظ هنا السترينج هنا بتحس انه يعني عباره عن مجموعه يعني من الكاركترز موصولين مع بعض بطريقه معينه زي ما احنا شايفين. بس اهم شيء المتميز فيه انه هنا لازم نضيف عندنا ايش؟ موضوع النل عشان نقدر نعرف انه هذه ختمتها. ولاحظ هنا لو انا عايز اطبع هاي اكس، اطبع لي اياه، حيطبع لي هلو، بعدين حيطبع سطر جديد اللي هو كلمه يحيى زي ما احنا شايفين. هذا بالنسبه لموضوع السترينج. طبعا بنختم محاضره اليوم بنحكي عن اللي هو عن الكومنتس او التعليق. ولاحظ هنا بقول لي الكومنت او التعليقات هنا، اول شيء هذا الكومبايلر بيجهلها، ما لا تترجم يعني لا تعني بالكومبايلر ولا شيء، هذه بس فقط للمبرمج. يعني مثلا انت كاتب مقطع كود معين كمبرمج مثلا، فلازم توضح لها، تقول لي انه هذا الكود بياخذ مثلا مدخلين وبيجمعهم مع بعض وبعدين بيجيب الجذر التربيع تاعهم، لانه في الاخر البرامج الضخمه عباره عن برامج صغيره. يعني مثلا عندنا مثلا 10 أشخاص، كل شخص بيكتب مثلا قطعة من الكود، يعني فانكشن معين، بعدين باخد أنا العشر كواد وبدمجهم مع بعض. بس أنا لازم أكون عارف إن الكود الأولاني هتاع ضرب رقمين، الكود الثاني بيجمع رقمين، الكود الثالث مثلا بيجيب مثلا القاسم المشترك الأصغر، القاسم المشترك الأكبر إلى آخره. فبالتالي موضوع الكومنت كتير مهم، يعني هذا لإلك أنت كمبرمج، لكن بالنسبة للكومبايلر ما بيأثرش عليه. في نوعين من الكومنت. الكومنت الاول بان انا اعمل مالتي لاين زي هيك، شايف يعني اني باجي بعمل اللي هي فورورد سلاش، هذا مش باك سلاش، اسمها فورورد سلاش، وبحط نجمه ولازم اسكرها زي هيك بنجمه فورورد سلاش ما بينهم. هذا كل بيتم بتجاهله الكومبايلر، يعني ما بيقراهوش. وهن او ان استخدم لاين باي لاين سنجل لاين، ان بعمل زي هيك الشحطات اللي زي هذول، طبعا زي ما انت شايف فورورد سلاش مش باك سلاش، هذول اسمهم فورورد سلاش. هذا السطر كله بيتم ايش؟ بيتم طبعا هذه كومنت بتجهلها الكومبايلر، يعني ما بتاثرش فيه. هذا فقط للمبرمجين. يعني واحد من الصين بعث لي كود، طبعا انا صعب اقعد اقرا في الكود ايش عامل فيه، فسو بوضح لي بقول لي انه هذا الكود بيعمل 1 2 3 4، والمتغير الفلاني احنا سميناه عشان يتخزن فيه القيمه الفلانيه عشان يعمل 1 2 3 4 زي هيك. فطبعا كتير مهم عالم الكومنت، وهو طبعا الاحتراف في البرمجه هنا في كتابه الكود، هذا علم انه لازم يكون عندك كود طبعا كلين كود، وبيشمل كل عملية اللي هو كتابة التعليق على الكود بشكل واضح، بحيث لو رجعت له بعد سنة أو سنتين أول مرة تطلع على الكومنت تعرف بالضبط هذا الكود إيش بده يعمل. واضح النقطة هي، كتير مهم الموضوع هذا بالنسبة لمين؟ لموضوع الكومنت في الكود. هيك احنا بنكون وصلنا لنهاية المحاضرة الثانية. بتمنى تكون استفدتوا من هاي المحاضرة، طبعا برضو معلومات كتير، وإحنا هنحتاج كمان محاضرة برضو بالزخم، هذا المحاضرة اللي جاي برضو هتكون زخمة. بعد هيك الأمور خلاص يعني بصير الأمور هيك واضحة، إنما يعني بتمنى أن تكون يعني استفدتم من هذه المحاضرة، وإن شاء الله نراكم المحاضرة الجاية، ويعطيكم ألف عافية.